أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اندلاع حريق في مستشفى عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال إثر قصف إسرائيلي مباشر استهدف المستشفى. وقال مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال: قصف إسرائيلي استهدف المستشفى وتسبب باندلاع حرائق. وأضاف: نداء عاجل واستغاثة، تقوم قوات الاحتلال بقصف المستشفى وإحراقه بشكل متعمد. الآن نتعرض لحريق هائل من الجهة الغربية وحرائق هائل في الطوابق السفلية وحريق في مرأب السيارات يأكل الأخضر واليابس.